بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا رب بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها. أمسينا في حماك يا مولانا، صبحنا في رضاك يا مولانا. لا إله إلا أنت واحد ربنا يا مجمع، اغفر ذنبنا، اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقي بحرمة الأبرار. يا عالم الأسرار، يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكلنا حيث كنا. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقض حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات يا حاضرا لا يغيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين 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 رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن سعد بن سعيد أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 أو 600 من الهجرة. ونحن اليوم ما زلنا في الأوجه التي ذكرها المصنف حول حديث بدء الوحي، وهو الحديث الأول في هذا الكتاب. يقول الوجه 59: فيه دليل على أن التجربة تحدث علما زائدا على العلوم لا يلحق بالعقل ولا بالنظر ولا بالقياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتضى نظره ما قدمناه لكونه أطرد الحكم وقاس عليه على الوجه الذي أبديناه، وورقة أخبر بما جرت به العادة وأفادته التجربة، ولذلك قال له: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، موافقة منه للنبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى العقل والنظر والقياس، وبيان الحكم بما جرت به العادة وأفادته التجربة. ولأجل هذا المعنى أوصى لقمان ابنه بذلك، فقال له: يا بني، عليك بذوي التجارب، التجارب أو التجارب، يجوز كسر الراء وضمها، تقول التجربة والتجربة لغتان. يعني إن التجربة تحدث علما زائدا فوق علم العقل والقياس، أن الإنسان بتجربته أحيانا يستنتج أشياء لو كانت بمقتضى العقل فقط بغير التجربة ما استنتجها. النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العقل فقط والقياس تصور أن قومه عندما يعرفون أنه جاءهم بوحي من عند الله يكون هم أول من ينصرونه، خصوصا أنه عندهم صادق أمين وأنه يحبونه ويجلونه. فمقتضى العقل والقياس أن أقاربك يحبونك ويجلونك، وجئتهم بشيء فيه شرف لهم وفيه ما ينفعهم، يقتضي هذا العقل والقياس أنهم يكونون أول من ينصرونك، هذا هو الذي يقتضي العقل والقياس. لكن التجربة أورثت علما زائدا غير العقل والقياس. التجربة أن ما من نبي أتى قومه بشيء لم يعرفونه إلا كان بحكم العادة أنهم يعادونه لأنه جاء على غير ما يألفون. فالتجربة هنا أورثت علما زائدا لا يقتضيه العقل والقياس. احنا نفسنا في مهنتنا احيانا الواحد لو قعد يفكر كده في بعض الحالات، المرضى يعني يقول انا لو قربت للجرح ده يمكن ما يستحملش، ده أنا لو عملت له جرح ده هيموت. لكن بالتجربه، لان جات لك حالات في حوادث او في شيء من هذا، فاضطريت انك تواجه مثل هذا الموقف، ووجدت ان بعضهم بيعيش على غير ايه مقتضى العقل، تجد العيان نزف كميات ضخمه جاي لك قلبه وقف من كتر ما النزيف، وبعدين تقول خلاص تيأس منه، فتقول لا ما نقربلوش، يقوم ربك يبعت لك واحد تاني في نفس الظروف دي وتتوفر كميات نقل دم تديله وتعمله العمود يعيش،
يبقى ادت لك التجربة علما زائدا فوق العقل، وعلشان كده يخليك تعرف ان العقل مش هو اللي بيستنتج الامور، لكن لان هناك مدبر للاكوان غيرك. لو كانت الحكاية مقتضى العقل كان متخيبش الحكاية، لكن كون ان فيه اشياء تأتي على غير مقتضى العقل والقياس مع احترام العقل والقياس، دل على ان هناك من يدبر فوق عقل وقياس. فهمت ازاي؟ وبذلك يجد الانسان في حياته عموما، حتى بلاش مثال بسيط، الست اللي في بيتها وهي بتطبخ، من كتر تجربتها من كتر الطبيخ كل يوم في المطبخ، تلاقيها تحط الحله كده وتروح حاطه شويه غرفه ملح ورمياهم في الحله، تطلع الطبيخ مظبوط بمقتضى التجربه. لا بتقيس ولا بتوزن ولا تقول هنا حط المكيال مكيالين مش عارف ايه وكام جرام قد ايه، ما بتعملش الحاجات دي. ده يا دوب بتكبس شويه فلفل تروح رمياهم، شويه ملح ورمياهم، شويه سمنه ورمياهم، يطلع الاكل مظبوط. حاجه عجيبه بمقتضى التجربه. يعني التجربه تورث، انما ما تيجي تفتح كتاب ابله نظيره في الطبيخ يقول لك مثلا تحط مش عارف 2 جرام قد ايه و3 جرام قد ايه و5 جرام قد ايه وتخليها تغلي لمده 3 دقائق، شغلانه. ادي العقل والقياس. لكن التجربه تهمل ده كله وتعمل شغلانه تانيه يطلع حاجه اظبط من ابله نظيره. يبقى التجربه بتورث علما زائدا فوق العقل والقياس. كل واحد في مهنته يجد ذلك. يعني كل واحد في مهنته، المزارع حتى في حقله يمكن يعمل حاجات، يجي لك خريج كليه الزراعه يقول والله انت بتعمل حاجه لا نبات هيطلع ولا حاجه، وتلاقي النبات يطلع زي الفل. يقول له احنا مجربين كده من ايام اجدادنا. في حين ان التاني اللي دارس الكليه وقعد في المدرج قرا الكلام ده، لقى ان الفلاح في الحقل ما بيعملش بمقتضى العقل والقياس، لكن بيعمل بمقتضى التجربه، فيجد ان التجربه بتاتيه بعلم زائد. وهذا الذي لاحظناه أن النبي عندما قاس بالعقل والقياس أولا قال أو مخرجي هم، معقول يخرجوني؟ ده المفروض هم أول من ينصرون. يوم يقول له ما جاء لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. بالتجربة بقى، يبقى التجربة هنا تدي علم جديد. الوجه 60 قولها ثم لم ينشب ورقة أن توفي. ما تقولش أن توفى، اللي بيتوفى هو ربك، انما انت بتتوفى، ربنا يوفيك، يعني يقع عليك الفعل، لكن اللي بيتوفى ربنا، الله يتوفى الانفس حين موتها. طب والانفس تبقى توفيت، يقول لك توفي يا فلان. وعشان كده اما واحد يجي يسال واحد يقول له من المتوفي؟ تقول له الله هو الذي يتوفى. انما يقول لك من المتوفى؟ تقول له فلان. يبقى المتوفى هو فلان والمتوفي هو الله. فهمت؟ لأن المتوفي هو الفاعل والذي يفعل الشيء هو الله سبحانه وتعالى. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، تريد أن ورقة لم تطل حياته لوقت الرسالة بل اخترمته المنية قبلها، يعني مات قبل أن يؤمر النبي بتبليغ دعوته، ولذا اختلف في إسلامه هل يبقى مسلم ولا مش مسلم لأنه مات. والراجح أنه مسلم لأنه أتى بالإيمان المطلوب في لحظته. المطلوب في هذه اللحظة أنه يصدق أن النبي أتاه وحي، وأن هذا الوحي مثل الذي جاء لباقي الأنبياء، وأن هناك إله يوحي لمن شاء من عباده، وكل ذلك قد أقر به، وده يكفيه في هذا الوقت. الوجه 61 قولها وفتر الوحي. طبعا الوحي في أول لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم كان صعب على بشريته، ولذا قال زملوني وضعف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرحمة تقتضي أن ربنا يأخر الوحي عليه فترة طويلة لحد ما يسترجع قواه، وبعدين كمان يشتاق إليه. يبقى يسترجع قواه الأول ثم يشتاق إليه مرة ثانية. قولها وفتر الوحي، تريد أن الوحي أبطأ بعد هذه المرة، والحكمة في إبطائه هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حصلت له روعة، أولا نزل أو أولا عند نزول الملك. الروعة اللي هي إيه؟ اللي هي الروع، يعني الخوف، يعني عند نزول الملك عليه على ما تقدم. فكان الإبطاء بعد ذلك لكي يتهدن عليه السلام من روعته وتبقى يتهدم، جاي من الهدنة، يعني الهدنة يعني يستريح فترة، يعني وتبقى نفسه المكرمة
متشوقة لمثله، كما روي عنه عليه الصلاة والسلام حين أبطأ الوحي عنه كثر اشتياقه إلى عوده حتى لقد كان يروم أن يلقي بنفسه من شواهق الجبال. يعني كأن النبي من شدة شوقه للوحي خاف أن يحرم هذا، أن يحرم الوحي والاتصال بالملائكة الأعلى مرة أخرى، فكان يقول لو حرمت هذا يبقى المتح. هو واحد يقول للنبي عايز ينتحر، هو النبي ما كانش عايز ينتحر، وحتى لو فرض جدلا لم يأتي تشريع أن الانتحار حرام أصلا، فهمت إزاي؟ لكن هو كأنه يفضل الموت على عدم الاتصال بالملائكة الأعلى، لأن حياة بلا اتصال بالملائكة الأعلى يبقى قلتها أحسن. هذا هو المعنى. الوجه الثاني والستون قوله عليه الصلاة والسلام: فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. هذا إظهار قدرة من قدرة الله عز وجل، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكما جعل عز وجل الأرض لبني آدم يتصرفون فيها كيف شاءوا، فكذلك جعل الهواء للملائكة يتصرفون فيه كيف شاءوا. فالذي أمسك الأرض لمن يمشي عليها هو الماسك للهواء ومن يمشي عليه، ليس في قدرته علة لمعلول، لكن ذلك مغطى عن الأبصار، وإنما أري ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم تربية له وترقيا ليتقوى الإيمان واليقين فيرجع له علم اليقين، عين اليقين. علم اليقين انك انت تعلم بالدليل ان ربنا على كل شيء قدير. عين اليقين انك انت ترى فعلا هذه القدرة امامك، تراها امامك، دي عين اليقين. تعايش القدرة تبقى ده حق اليقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بعدما وجد شدة اشتياقه للملك وكاد النبي يعني ينخلع قلبه حزنا وشوقا، فبقى ايه يرى الملك على بين السماء والأرض على كرسي جالس كده على الهوى في الهوى، ويقول له إيه ويطمئنه أنه رسول الله. وبذلك جرت العادة للمباركين أصحاب الميراث إذا رأوا منها شيئا قوي إيمانهم وازداد يقينهم، وكان ذلك تربية لهم وترقيا في مقامات الولاية. الوجه الثالث والستون قوله عز وجل: يا أيها المدثر. إنما سماه عز وجل بذلك من جهة الإيناس له واللطف به. لما يبقى فيه لطف كده مع إنسان تتلطف بيه تقوم تناديله بصفة من صفاته اللي هي فيها نوع ضعف، وما تأتي من الله كأن الله يريد أن يغطي ضعف البشرية بقوته سبحانه وتعالى. فقال له: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. لأن عادة العرب لا تسمي الإنسان بحالته التي هو فيها إلا من جهة الإيناس واللطف. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: قم يا أبا تراب. لما سيدنا علي كان حصل سوء تفاهم بينه وبين ستنا فاطمة النبوية زوجته، فغضب منها وساب البيت وراح نايم على إيه في المسجد في التراب، على التراب كده لأنه ما كانش مفروش. فلما ذهب النبي يزور ابنته فعلم منها أن زوجها عليها غاضب وخرج من بيتها وأنه نائم في المسجد، فخرج النبي من بيتها إلى المسجد فوجد سيدنا علي نائم فأيقظه، فوجد التراب على جبهته فقال له: قم يا أبا تراب. ثم بعد ذلك صارت هذه الكنية كنية سيدنا علي بن أبي طالب، لأنه كان في وقته ذلك مضجعا على الأرض فسماه بذلك من جهة اللطف والإيناس. الوجه الرابع والستون فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإنذار حين نزول الوحي عليه من غير تراخ في ذلك ولا بطء، لأنه أتى بالفاء في قوله: فأنذر، قم فأنذر. وذلك يفيد التعقيب والتسبب، لأن الفاء تفيد التعقيب والترتيب وراء بعض بلا فترة زمنية، إنما ثم تفيد الترتيب مع التراخي، لما تقول قم ثم أنذر يعني بأنذر بعدين، إنما قم فأنذر يعني في الحال، يعني ترتيب مع تعقيد. الوجه الخامس والستون لقائل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل بشيرا ونذيرا، فلما أمر في هذه الآية بالإنذار دون البشارة؟ ما قالوش ليه قم فبشر، قال له قم فأنذر الأول.
والجواب أنه إنما أمر بالإنذار أولا لأن البشارة لا تكون إلا لمن دخل في الإسلام، النذارة تكون لمن ليس على الإسلام تنذره، وما كانش لسه في حد على الإسلام، يبقى الإنذار كان مناسبا. فلما دخل الناس في دين الله أفواجا جاءت البشارة له، لأن البشارة لا تكون إلا لمن دخل في الإسلام ولم يكن إذ ذاك من دخل فيه. وفيه دليل لما قدمناه من أن خشية النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت من الكهانة، لأنه طالما بقي له عليه السلام الاحتمال الذي ذكرناه بقي على خشيته ورغبته، فلما أن صرح له بالرسالة وأمر بالإنذار زال عنه ذلك، فقام عليه السلام من حين مسرعا للأمر ليس به بأس. والدليل ده برضو ما زال هو يقوي ما يراه أن النبي كان عند قوله خشيت على نفسي كان يخشى من الكهانة، ولكن النبي لم يخشى من الكهانة بسبب هذا الوحي، ولكن خشي أن يقول عنه الناس عند إخبارهم بالوحي أنه كاهن، خشي من هذا أن الناس تعتبره كاهن، ولكن النبي لم يشك أصلا أن ما أتاه كهنة أو وحي حتى تستقيم الأمور، لأن النبي لم يشك في لحظة في الوحي. فإذا قال خشيت أن يقول علي كاهن وأكره ما يقال أني كاهن، يعني خشي أنه إذا أتى الناس بالرسالة التي هو يؤمن بها ويعتقدها أن يكون رد فعلهم عدم التصديق ووسمه بالكهنة والجنون، فكانت هذه هي خشيتي من حيث استجابة الناس له أو عدم الاستجابة، لا من حيث علاقته هو بالوحي، ولكن من حيث علاقته هو بالناس حين إنذارهم. الوجه 66 قوله عز وجل وثيابك فطهر، قد اختلف العلماء في معناه، فمن قائل يقول أن المراد به القلب، يعني ثيابك فطهر يعني قلبك فطهر، ومن قائل يقول المراد به الثياب التي تلبس، وهذا هو الأظهر والله أعلم. يعني حمل القرآن على الظاهر طالما لا يخالف الأصول الأصول الشريعة يبقى أولى من حمله على المجاز البعيد، يبقى حمل القرآن على الظاهر أولى من حمله على المجاز البعيد طالما لا يوجد ما يقتضي حمله على الظاهر مخالفة لما هو أظهر منه، لأنه قال بعد ذلك والرجز فاهجر، ومعناه طهر قلبك من الرجز، والرجز هو الأصنام وغير ذلك مما كانت العرب تعبده. فإذا حملنا قوله عز وجل وثيابك فطهر على القلب، فيكون التطهير يعود على القلب مرتين وليس من الفصيح. فإن قال قائل يكون بمعنى التأكيد، قيل له القاعدة في ألفاظ الكتاب والحديث أنه متى أمكن حملها على كثرة الفوائد كان أولى من الاقتصار على بعضها، ولا يقتصر على بعض الفوائد التي يدل عليها اللفظ ويترك بعضها إلا لمعارض لها، وها هنا ليس لنا معارض في الحمل على الفائدتين المتقدمتين. يعني بيقول لك أما تحمل اللفظ كل لفظ في القرآن على معنى لا يقتضي التأكيد لكن يقتضي معنى جديد يكون أولى من اقتضاء التأكيد، وإلا لأن التأكيد فيه تكرار لكن التأسيس فيه زيادة معنى، وعشان كده يقول لك الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد، التأسيس يعني زيادة معنى جديد، وعشان كده لما نقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فإذا حملنا النور على الكتاب ونقول إن ده عطف تأكيد أو عطف بيان هذا لا يقتضي البلاغة، لأن احنا قلنا أن التأسيس أولى من التأكيد، فيكون النور هو النبي والكتاب المبين هو القرآن، يبقى هنا فيها تأسيس ومشي مع نفس القاعدة، خصوصا أن الله قال على النبي نور في آية أخرى قال وسراجا منيرا، فيبقى وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يبقى النور هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب المبين هو القرآن، حملا على قاعدة أن حمل العطف على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، لأن التأكيد أقل من حيث الإعجاز ومن حيث البيان من التأسيس، يبقى دي قاعدة هامة الإنسان يراعيها في القرآن كله طول ما هو ماشي. وعشان كده بيقول لو حملنا ثيابك فطهر بمعنى القلب، والرجز فاهجر بمعنى برضو طهر قلبك، يبقى كأن الآيتين بمعنى واحد، فحملها على التأكيد لا يكون فيه بلاغة ولا يكون فيه معنى جديد، بخلاف ما لو حملنا الثياب على الثياب الظاهرة والرجز فاهجر على القلب الباطن، فكأنه قال طهر ظاهرك وطهر باطنك.
طهر الظاهر والباطن فيكون أولى. بيان ذلك أن هذا الخطاب كله ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. ما النبي كان معرض عن الأصنام والرجز فهجهم أو معرض، يبقى هو كان هذا الخطاب موجه عند إنذاره لأمته أن يهجروا الرجز، ولكن توجه الخطاب للنبي على أساس أنه هو المبلغ لأمته، يبقى كأنه توجه الخطاب للنبي والمقصود أمته. زي مثلا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، يعني يا من تشك، فالخطاب موجه للنبي والنبي لم يشك. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، والنبي لم يشك. يبقى الخطاب موجه لمن شك من أمة النبي أن يتوجه. ولما جاء في صورة خطاب للنبي لبيان أنه هو الواسطة في البلاغ، يعني بلغ من يشك. هذا هو المعنى المراد والله أعلم. والمراد أمته لأنه عليه السلام كان طاهرا مطهرا، خلق على ذلك وربى فيه وطبع عليه، ولكن يدخل عليه السلام في الخطاب مع أمته من قبل أنه كان يفعله أولا على الند، أعني ما أمر به الآن من التعبد، ثم صار الآن على الوجوب، كالصبي يصلي أول النهار على الند ثم يصلي آخره على الوجوب إذا بلغ من يومه. وبيقول لك كمان أن الأمر للنبي لأمة النبي من خلال النبي فيها فائدة أخرى للنبي، أن النبي كان يفعل هذا الأمر قبل أن يؤمر على سبيل الند وعلى سبيل العادة والجبلة، فإذا جاء الأمر صارت هذه العادة واجبة عبادة فيساب عليه، فيبقى فيها ارتقاء للنبي أيضا، يحول عادته إلى عبادة. النبي كان يتقي الله، لكن رب كله يا أيها النبي اتقي الله، طب ما هو كان متقي الله قبله، يعني استمر على ما أنت عليه من تقوى الله، فإن كنت تتقي عادة وجبلة فاتقيه عبادة وتقربا، فيصير يثاب عليها ولا تكون عادة وجبلة، فهذا أيضا له فائدة. الوجه 67 قوله عز وجل ولا تمن تستكثر. قد اختلف العلماء في معناه، فمن قائل يقول معناه لا تبطل صدقتك بالمن، ومنه قوله عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ومن قائل يقول معناه لا تمن بكثرة العمل فتكسل عن العبادة، ومن قائل يقول معناه لا تعطي الهدية لأن تثاب عليها، يعني ما تديش للناس الهدية عشان تنتظر ان هم كمان يجاملوك، يعني خليها لله. وهذا كله جار على القاعدة التي قررناها، وهو أن الخطاب للأمة وهو عليه السلام المتلقي للخطاب والعموم يشمل الكل على ما بيناه. الوجه 68 فيه دليل لأهل الصفة في قولهم باستصحاب العمل وترك الالتفات ودوام الإقبال، اللي هو أهل الصوفة يتهيأ، بس هو كتبها الصفة مش كده الصوفة؟ هي المتصوفة، يعني فيه دليل لأهل الصوفة اللي هم المتصوفة في قولهم باستصحاب العمل وترك الالتفات ودوام الإقبال والحضور، يعني تملي يقول لك الملتفت لا يصل. تصور انت كده سايق عربيتك في الطريق وقاعد ملتفت، هتعمل حادثة مش كده؟ برضو كذلك وانت في طريقك الى الله اذا التفت الى غيره لا تصل الى الله، فالطريق إلى الله لابد أن يكون كل التفاتك وإقبالك إلى الله حتى تصل إليه، وإلا تنشغل بغيره، فيصير عملك لأجل دنيا، لأجل كرامة، لأجل الناس، لأجل تحصيل منفعة عاجلة، حتى ولو تحصيل بشارة، كل هذا التفات. فيه دليل لأهل الصوفة في قولهم باستصحاب العمل وترك الالتفات ودوام الإقبال والحضور، لأن النظر إلى كثرة العمل يحدث الكسل كما تقدم، فكيف به إذا كان النظر لغير العمل؟ ومنه قولهم الوقت سيف، يريدون به اقطع الوقت بالعمل لئلا يقطعك بالتسويف، ولأن الالتفات بالحظوظ وكثرة العمل وغير ذلك هلاك، والسالك إذا التفت إلى الهلاك كان هالكا. الوجه 69 قوله عز وجل ولربك فاصبر، معناه اصبر على عبادة ربك، ومنه قوله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت،
لأن الشأن في العبادة الدوام والصبر عليها. ولهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته وواظب عليه، يعني داوم عليه صلى الله عليه وسلم. يعني انت مثلا لو التفت وتقول يا احنا صلينا 10 ركعات النهارده، يا كتير قوي، تروح متوب وقايم نايم، صح ولا لا؟ مع ان انت كنت نشيط، بس مجرد انك التفت عملت ايه؟ خلاص تكسل. انما طالما انت ما التفتش تلاقي نفسك عندك همه عايز تعمل جديد. وكذلك الطالب ايه؟ الكسلان، يقعد بقى وهو قاعد يقرا كده، وبعدين في الاخر يقلب الصفحات اللي قراها يقول يا قريت ده كله، يروح قافل وقايم نايم، مع انه قدامه حاجات اكتر، المقرر كتير، لكنه اول ما التفت لما فعله يوم يجي له كسل على طول. في الحياه العاديه كده، حتى وانت بتصنع حاجه، تعمل صناعه معينه، تبص تلاقي عملت ايه كتير قوي، يا كفايه النهارده كمل بكره، مع انه لو ما خدش باله عمل قد ايه كان استمر عمل اضعافه. يبقى الملتفت لا يصل عموما، لا يصل الى درجه الاجتهاد المطلوبه التي يمن الله بها عليه بالفضل وبالزيادة وبالكرامة وبخرق العادة. الوجه 70، قد اختلف العلماء في هاتين الآيتين أيتهما أنزلت قبل صاحبتهما بعد اتفاقهم على أنهما أول ما نزل من القرآن، أعني آية المدثر وآية اقرأ. أصل في ناس يقول لك أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر، وفي ناس طبعا المشهور أول ما نزل من القرآن اقرأ. فإيه بقى التناقض الوارد ده لما تيجي تقرا في كتب اسباب النزول؟ فبيقول لك هنا: فمن قائل يقول آية المدثر، ومن قائل يقول آية اقرأ، وكلاهما والله اعلم حق، لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يقال أول ما نزل من التنزيل آية اقرأ، وأول ما نزل من الأمر بالإنذار في التنزيل آية المدثر. يبقى هما الأولى من جهتين، إذا انفكت الجهة يبقى الاثنين أولى. يعني إذا قلنا أول ما نزل من القرآن مطلقا بغير أمر معين، يعني بغير تكليف معين، هي آية اقرأ. طيب وأول ما نزل من القرآن بتكليف بالإنذار هي آية المدثر. فيبقى إذا غيرت يعني العلاقة بين الآية وبين مقتضاها تجد إن دي أول في جهة والتانية الأول في جهة. فيبقى من قال أول ما نزل من القرآن آية المدثر صحيح من جهة أن هي أول ما أمر فيه النبي بالإنذار، ومن قال أول ما نزل من القرآن آية اقرأ صحيح من جهة أن أول ما قاله الملك للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل من السماء في غار حراء هي آية اقرأ باسم ربك الذي خلق. عشان كده ساعات الصحابة، يعني ساعات في كتب القرآن علوم القرآن تجد حاجات تفتكرها انها فيها نوع من التناقض. يقول لك آخر آية نزلت من القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول لك آخر ما نزل من القرآن: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. ويقول لك آخر ما نزل من القرآن يا اللي هي آية سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كل ده آخر آخر آخر. تفتكر بقى أن الحكاية فيها تناقض، يجوا الجماعة المستشرقين يقروا في كتب علوم القرآن يقول لك المسلمين عندهم تناقضات كتيرة، حتى مش عارفين آخر آية نزلت من القرآن. ده كتاب يقول لك دي آخر آية، وكتاب تاني يقول لك آخر آية، كتاب واحد يقول لك دي آخر آية ودي آخر آية. شوف التناقض، ما بيفكروش ويعملوا لك بقى ايه، لان هم عندهم اعتراضات متعلقه باسباب النزول، واعتراضات متعلقه باوقات النزول، واعتراضات متعلقه بالنزول نفسه، واعتراضات متعرضه بالوحي نفسه، واعتراضات متعلقه بما نزل على النبي من حيث معناه، هل هو ايضا فيه اختلاف او ليس فيه اختلاف وغير ذلك. كل دي اعتراضات يجمعوها كده في مجلدات ويقعد يكتب، وكلها جهل، مجلدات كلها جهل من هذا القبيل. لكن هو لو فهم ان اخر ما نزل من القرآن في الاحكام آية اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فما نزلش احكام بعدها. واخر ما نزل من القرآن اذا جاء نصر الله والفتح، بمعنى اخر سورة كاملة نزلت من القرآن هي آية الاعلى اللي هي آية النصر اللي هي في اخر المصحف.
اللي إذا جاء نصر الله الفتح فتلاقيها آخر سورة نزلت في القرآن، آخر سورة كاملة، ونزل في أيام التشريق في حجة الوداع، وآخر آية من الوحي نزلت مطلقا وما نزلش بعدها سيدنا جبريل من أجل وحي، ولكن نزل لمدرسة القرآن أو لبيان حكم معين خفي على الأمة، هي الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ونزلت على النبي في عودته من حجة الوداع في طريقه إلى المدينة. يبقى اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت يوم عرفة، وإذا جاء نصر الفتح نزلت يوم التشريق في أيام التشريق، وبعدين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نزلت والنبي عائد إلى المدينة، وهي آخر ما نزلوا. يبقى ده كله آخر ما نزل من القرآن، صح ولا لا؟ صح، لأن من جهات متعددة. يبقى آخر ما نزل من الأحكام اليوم أكملت لكم، آخر ما نزل من الصور سورة إذا جاء، وآخر ما نزل من القرآن مطلقا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. عرفت بقى أنها دي آخر ودي آخر ودي آخر، لكن الكفر لا آخر له والضلال لا آخر له، فلما يقعدوا يقروا الحاجات دي يتلخبطوا، وهي فتنة على أي حال لهم، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هناك فريق في الجنة وفريق في السعير. فالحمد لله الذي جعلنا من فريق أهل الجنة، ونسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة. ومثله قوله عليه السلام أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وقوله عليه السلام أول ما يقضى فيه الدماء، وهذان أيضا حديثان متعارضان. يجي يقول لك برضه شوف الرسول بيقول انه بيعرف الغيب، ويقول لك انه يوم القيامة اول ما يسأل عنه لا يحاسب عليه العبد الصلاة، وبعد كده في حديث تاني بينسى، يوم يقول اول ما يقضى بين الناس هو الدماء. الله، ما لو كانت الحكاية يعني مظبوطة عنده منضبطة ما كانش يتعارض، فالتعارض ده دليل عدم الانضباط. شفت كلامهم؟ مش فاهمين حاجة. وهذان أيضا حديثان متعارضان، ويمكن الجمع بينهما على ما قررناه في الجمع بين الآيتين، وهو أن يقال أول ما يحسب به العبد من الفرائض البدنية الصلاة، وأول ما يحكم فيه من المظالم التي بين العباد في الدماء. سهل. يبقى الفرائض اللي ربنا فرضها على العبد بينه وبين ربه، بينه وبين ربه، هي الصلاة أول حاجة يحسب عليها في الفرائض دي، وأول حاجة يحسب في المظالم، وممكن يكون كل أموال الناس بالباطل، ممكن يكون شتم الناس، وممكن يكون أساء للناس، وممكن يكون أذاهم في أبدانهم، وممكن يكون أذاهم في أعراضهم، وبعدين ممكن يكون قتلهم، وممكن يكون جرحهم. يقوم ربك يقضي في المظالم دي كلها، أول حاجة الدماء الأول في الجروح وإيه والأرواح، وبعد كده بقى يبتدي يشوف بقى الأموال اللي أنت كلتها في بالباطل، لو كنت كلتها يعني. ربنا ينجينا، ربنا يسد نفسنا عن الحرام ويفتح نفسنا للحلال. لكن في ناس نفسها مفتوحه قوي للحرام، عندها فاتح شهيه، فنسال الله ان يرزقهم التوبه. واول ما يحكم به في المظالم التي بين العباد في الدماء، فصح الجمع بين الايتين والحديثين بهذا الذي ذكرناه، والله اعلم. الوجه الحادي والسبعون، وهو الوجه الأخير في هذا الحديث حتى نقف على الحديث الثاني إن شاء الله، قولها فحمي الوحي وتتابع، تريد أنه كثر نزوله بعد نزول هذه الآية ولم ينقطع، ولقائل أن يقول لما عبرت عن تتابع نزول الوحي بهذا اللفظ ولم تعبر بغيره حميا، والجواب أنه إنما عبرت بذلك تتميما منها للتمثيل التي مثلت به أولا، وهو كونها جعلت المرائي التي قبل الرسالة من الرسالة، وهي منها على ما تقدم، فنسبة المرائي إلى الرسالة كنسبة انصداع الفجر من طلوع الشمس كما تقدم أول الحديث، لأن الحق إذا بدا، أو في الأول قالت إيه، كان يرى الرؤية تكون مثل فلق الصبح، كأن الصبح طلع، وبعدين بعد كده لما الشمس تعلى شوية النهار يجي الحر بقى، فقالت لك بعد كده لما تتابع الوحي حمي. يبقى كأنها شبهت ايه المنامات دي امور في الليل، والوحي اول ما جيءه بطلوع الفجر، وتتابعه بارتفاع الشمس. فهمت ازاي؟ فمشي الكلام منسق كله.
والجواب أنه إنما عبرت بذلك تتميما منها للتمثيل التي مثلت به أولا، وهو كونها جعلت المرائي التي قبل الرسالة من الرسالة وهي منها. على ما تقدم فنسبة المرائي إلى الرسالة كنسبة انصباع الفجر مع طلوع الشمس كما تقدم أول الحديث، لأن الحق إذا بدأ يزيد ولا ينقص، فكذلك انتشارها وكثرة ظهورها أعني الرسالة كتمكن الشمس في ارتفاعها وظهور نورها وكثرة حرها، لأن ضوء الشمس لا يشتد ويتمكن إلا مع قوة حرها عند استوائها. ولذلك قالت فحمي الوحي وتتابع، أي حمي وتتابع على مقتضى تلك الزيادة ولم ينقص، لأنها شبهت بالشمس، والشمس إذا استوت في كبد السماء أخذت في الفيء وقل حرها. والحر هنا عبارة عما تضمنه التنزيل من النور والهدى، فتحرزت بقولها وتتابع لئلا تمثل بالشمس من كل الجهات، لأن الشمس يلحقها الأفول والكسوف وما أشبه ذلك، فأفاد لفظها أن النور والكمال توالى ولم يغرب كالشمس تغرب بعد ذلك. قالت إيه؟ فحمي الوحي وتتابع، يعني استمر مضيئا منيرا ولم يأفل. فأفاد لفظها أن النور والكمال وتوالي البيان والمنافع بقي على الحال الذي أبدته وشبهت به، لم يلحق نقص بعد ذلك. وفي هذا المعنى دليل لأهل الصفة أو الصوفة برضو، لأن في ناس قالوا أن الصوفية بالنسبة لأهل الصفة، فتمشي النسبة برضو، حيث يقولون شمس كل مقام بحسب حاله، ولأن شمس النبي صلى الله عليه وسلم نزول القرآن عليه، ثم كذلك بتلك النسبة في الوارثين له، فشمس المريد علمه، وشمس الصديق معرفته، ولكل مقام شمسه بحسب حاله، فاحذر من رياح طبعك أن تثير سحائب شهوتك فتغطي على شمس حالك فتوجب زلة قدمك، فتدخل في ضمن قوله عليه الصلاة والسلام لا يختلس الخلسة حين يختلسها وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، لأن تغطية نور الإيمان نقص فيه، أعاذنا الله من نقصه وأدام لنا كماله حتى يقبضنا به إليه بمنه، آمين يا رب العالمين. ونقف على الحديث الثاني، حديث حلاوة الإيمان، غدا إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون غفلون.